الحقيقة اللسان كيعجز في التعبير نظرا التأثر ديالي بهذه الوضعية. ان دو طالبة طلبة ابرياء كل ما في الكلمة من معنى، وما كيطالبوش شي حاجة اللي هي غير قانونية. هذا مورث التعسف والظلم بحقهم بكل ما في الكلمة من معنى، منذ البداية المشوار هذا لا لوت هذا لو كومبا هذا لي بروتيستاسيون موني دوبوي لو موا دو ديسمبر. هاد الناس اليوم يعني حقا اليوم مسؤولين على القطاع الدرجه الاولى وزير التعليم العالي، بلا ما نذكروا حنا الماضي واللي في الصحف وفي الراي العام الوطني والدولي، راه هادشي هذا يعني شائع اخبار يعني ما خداش شيء واحد الموقف اللي هو عقلاني واللي هو منطقي واللي هو بيداغوجي، ما يفرضوا يعني كيف هكذا واحد الاصلاح امي شوما دو لا فورماسيون. هذا الاصلاح هذا وهاد لا فاسون دو فوار لي شوز نو كادغ با افيك هاد لا ديغي دو لا فورماسيون ني افيك لي مودول كيل دوف بورسويفر ني افيك لي ستاج. حقا واش هاد الناس ما عندهم شي هذاك استند الخبراء فينا؟ واش خبراء؟ كاين شي خبراء اللي يعني غادي يحذف سنه بكاملها بما فيها السنوات ديال الفريه فيها السوايع ديال التدريب كثيره بما فيها دي موديول اللي هما ولا جانب البراتيك اللي هو لو بلوس امبورطون في لا فورماسيون ديال الميدسان بغاو يعني يضحيو. هذا لا منطقي ودليل ان هذا خطا منذ البدايه. هذه الاستراتيجيه هذا هو انهم تداركوا الامور ودابا بغاو يخرجوا واحد الدفتر لو سي ان بي ان سيتادير كاي دي نورم بيداغوجيك ناسيونال غولاتيف على فورماسيون دي ميدسان. خرجوه عاد يعني هاد لا بروموسيون اللي غادي تدخل ابتداء من هاد السنه الجامعيه 2024 2025 خرجوه كي ان جروب واحد لو نومبر دو سوفيزون دو فورماسيون و ايزون كونساكري هاد لو سي ان بي ان دو زون اون توت انتيير ديال لا فورماسيون براتيك. الوغ كو هاد الناس هادو نورمالمون ما خصش هذاك يعني يطبق هادشي باتاكليجي. الناس دخلوا يعني على واحد التكوين واللي هو كيستمر على 7 سنوات كما يعني هو هادي عقود ويلاه يلاه كيستمر حتى 8 حتى 9 فائده به غادي ندير واحد نفس 6 سنين ويخرج انسان يعني بهاد لا فورماسيون اللي هي باكلي ويخرج لو تيران باش حنا نعمو حق هذاك. هنا هما الفيز يعني لا كونتيتي ديال لي ميدسان لا كونتيتي او ديبون دو لا كاليتي. التعليم هذا دابا اللي كاين هذا السي وزير التعليم العالي اللي كيتشدق سمع لي كيتشدق يتشدق كيتشدق بان هذاك يعني هذاك بالاصلاح التعليمي. حنا مكتبين اخر ترتيب في المكتبه 154 دوليا الجامعه ديالنا. اذا شنو هادشي؟ حنا كنتقاقروا كنرجعوا باللور. حنا مؤشر التنميه البشريه كنزيدوا نرجعوا باللور. حنا 120 حنا هذاك يعني غير على مستوى الصعيد الافريقي حنا كنترتبوا في المكتبه 30 من اصل هذاك يعني هذاك 53 دوله. وحده جامعه وحده جامعه محمد الخامس هي اللي هذا كلاسات هذاك يعني 29 من اصل هذاك يعني بحال هكذا 53 هذاك يعني ولا 54 هذاك. اش هذا فينا هو هذا اصلاح التعليم؟ حنا اليوم كيف ما كنشوفوا كاين امام قصر العداله بالرباط واحد المكان غير الاعتيادي الطلبه ديال الطب راكم كتشوفوهم هنايا الاباء والامهات ديال الطب اللي كتشوفوهم كيتهرقوا على فلذات الاكباد ديالهم بعد فهمتي جرى مجموعه ديال الاعتقالات في حقوق الطلبه هادو. فالبارحه بعد واحد الوقفه اللي كانت دارت بصحبه الاطباء الداخليين والمقيمين هنايا بالرباط امام المستشفى الجامعي تم تسجيل مجموعه من الاعتقالات حوالي 30 اعتقال في صفوف ديال الطلبه وفي صفوف ديال الاطباء الداخليين حتى هما. واحد الحاجه اللي خلات انه زعما جرجروا الناس جرجروا الاباء العائلات ديال الطلبه هادو والطلبه كاملين. وكذلك سجلنا الحدوث مجموعه من الاصابات مجموعه من الناس اللي ضربوا في خلال الفض بالقوه ديال ذاك التجمع. وبالتالي فراه زعما حنايا اليوم كنتواجدوا في واحد المكان اللي غير اعتيادي بالنسبه لنا واحد المكان اللي غير اعتيادي بالنسبه لكاع الطلبه هادو. ولكننا كلنا ثقه في المؤسسات تاع الدوله ديالنا وكلنا ثقه في المؤسسات ديال
المؤسسه القضائيه النزيهه ديال الوطن ديالنا، اللي متاكدين اننا غادي تنصف القضيه العادله ديالنا. حقاش لا يعقل انه طلبه اللي جاو كيطالبوا بسبع سنين، اللي جاو كيطالبوا بانهم يقراوا، اللي جاو كيطالبوا بانهم ياخذوا المعدات باش انهم يداويوا الاطباء يداويوا المغاربه، يلقاو راسهم معتقلين ويلقاو راسهم مفصولين عن الدراسه ويلقاو راسهم موقفين عامين عن الدراسه. فراه هادشي ما ماشي معقول. حيت راه ماشي واحد الناس اللي جاو كيطالبوا بشي حاجه سياسيه، وماشي ناس عندهم خلفيه سياسيه، بالعكس راه مطالب بيداغوجيه صرفه، مطالب اللي ممكن انها تحل في اقرب الاجال، واللي كتخلينا دائما كنطرحوا التساؤل علاش هادشي طول مده 10 شهور، علاش هادشي ما تلقاش الحل في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف، لانه ممكن اننا نلقاو الحل بسهوله بلاش ما نوصل للمحكمه، بلاش ما نوصل للاعتقالات، بلاش ما نوصلوا لاننا نشوفوا الناس اللي كيتوقفوا، الناس اللي كيتفصلوا على الدراسه ديالهم وعلى الاحلام ديالهم، اللي ما كيخليناوش اننا نوصلوا لهم ولا يوصلوا لهم هذوك الطلبه مساكن.